بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد سئلت كثيرا وطلب مني أن أدلي بدلوي فيما يتعلق بالمناظرات التي تحصل الآن مع بعض الإخوة مع جماعة الأحباش الهررية، والمحور الأساسي ربما هو تكفير المجسم. بالنسبة لي قضية التكفير كما تعلمون جميعا أنا أفر منها تماما، وهذا بسبب التهديد والوعيد الشديد من الشارع عليه الصلاة والسلام بأمر ربه تعالى وتقدس في هذا الباب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فقد باء بها أحدهما. والتكفير من أخطر ما تخوف النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في أمته، حتى ذكر عليه الصلاة والسلام تخوفه من الرجل الذي قرأ القرآن حتى رؤي عليه بهجته، ثم حمل على جاره بالسيف فقال له: يا مشرك. والسبب الأساسي الذي جعل المسلمين وجعل أهل السنة والجماعة يستنكرون فعل الوهابية، بداية القصة كانت مع التكفير، وإن كان لهم أشياء أخطر من التكفير كالتجسيم للباري عز وجل. فقضية المجسم إذا ما تتبعت فيها أقوال أهل العلم ستجد أن الأمر فيه تفصيل، وأن المجسمين ليسوا على درجة واحدة، فهناك من يقول جسم لا كالأجسام، وهناك من يشبه تشبيها حقيقيا ويقول هو جسم كالأجسام، وكذلك العلماء كعادتهم يلتمسون مخارج حتى لا يحكموا بتكفير إنسان من الناس، لا سيما إذا كان معينا. وهذا منهج الأمة، حتى الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه في آخر وصية من وصاياه، وذلك قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى بيوم واحد، أوصى تلميذه السرخسي، قال له: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة. هذا بالنسبة لقضية التكفير. أما بالنسبة لقضية الأحباش فقد بينت موقفي منهم في أكثر من تسجيل، ولقيت بعضا من كبارهم في أكثر من مؤتمر وأكثر من لقاء وأكثر من دولة، وتكلمنا بصراحة حول هذه القضايا العالقة بيننا وبينهم، قضية الغلو في التكفير، قضية وسواس التكفير، قضية من لم يكفر الوهابية فهو كافر، وأشياء من هذا، وهي مسائل عالقة بيننا وبينهم. بلا شك الحبشية لهم جهود شئت أم أبيت في قضية محاربة التجسيم، ولكن هناك شيء من الغلو، وهذا الغلو نحن نرفضه ولا نقبله بحال من الأحوال. وأذكر جيدا يعني يوم ذكر شيخنا الشيخ البوطي رحمه الله شيئا من تنطعات الوهابية التي تؤدي إلى خلل في اعتقادهم، ولا سيما إذا ما أخذنا بلازم المذهب، ولازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يكون لزوما بينا. فقلت له أو قال غيري، يعني لا أذكر من السائل أنا ذاك، لكن الجواب جاء يعني: فلماذا لا نكفرهم؟ قال: إذن ما الفرق بيننا وبينهم؟ فقضية التكفير خط أحمر بالنسبة لنا، نقول هذا الكلام كفر، هذا الكلام يؤدي إلى الكفر،
هذا الكلام لازمه الكفر، كل ذلك لا إشكال فيه. فالإنسان قد يقول كلمة الكفر وإن لم يكن معتقدا ومقتنعا بها. فالجماعة الأحباش قصصهم معروفة، هناك أشياء تجمعنا بهم، وهي التصريح بأنهم من أهل السنة والجماعة، وأنهم أشاعرة، وأنهم شافعية، وأنهم على طريق السادة الصوفية، كل ذلك حسن. ولكن التقعر في قضايا مثل قضية التكفير والتشنج الشديد في أمثال هذا الأمر حتى يصل الأمر بهم إلى الوسوسة، فهذا أمر نرفضه. وقد تحدثت مع بعض من عقلائهم، لماذا لا يعقد مؤتمر ودي، ليس يعني ندي، لبحث هذه القضايا وليتخلوا عن الأشياء التي سببت لهم إحراجا وسببت لهم نفرة من قبل أهل السنة قبل غيرهم. طبعا بالنسبة للوهابي، ماذا يقول الوهابي، ماذا يفعل الوهابي؟ هو حر. نعم، نحن نخالف الأحباش في المسائل المعروفة المشهورة التي تحدثنا عنها في لقاءات سابقة. وكذلك هذا التوسع في التكفير، وإنسان يقول كلمة في مكان معين فتحمل على أحمل أقبح محاملها، ثم ينزل ختم وفتوى بتكفيره وتكفير علماء كبار من كبار علماء الإسلام لهم جهود مشهورة معروفة، هم لم يخرجوا عن معتقد أهل السنة والجماعة، ولكن ندت من واحد منهم عبارة تحتمل أكثر من معنى، حملوها على أقبح محاملها ثم حكموا بعد ذلك بكفره، هذا أمر مرفوض تماما. ولكن ما رأيي في المناظرات التي تجري الآن بينهم وبين أهل السنة والجماعة؟ رأيي أن هذه مناظرات هامشية وينبغي ألا تكون، لأن هذا يشتت جهود المسلمين وجهود أهل السنة والجماعة. هذا الإنسان الذي يرد على الوهابية منذ زمن، والطرف الثاني يرد على الوهابية، فحينما يلتقيان في مناظرة ويكون بينهم تحزبات وتخندق من هنا وهناك وفريقان كل يريد أن ينتصر على خصمه، هذا سيعلي من الفتنة وسيوسع الشرخ. رأيي أن مثل هذه المسائل تطرح في جلسات مغلقة، ولا شك أن جميع أطراف أهل السنة والجماعة يعني المرجعية بينهم موحدة، وما يجمعهم أكثر مما يفرقهم. لكن حينما يلتقي أشعري مع أشعري، وإن كان واحد منهم كالحبشي عنده غلو وعنده أخطاء معروفة، هذا سيكون لصالح أهل البدع، وسيجعل أهل البدع يرتاحون بعد أن قطعنا شوطا كبيرا في القضاء على بدعة الوهابية وعلى بدعة التجسيم، وجعلنا كثيرا من هؤلاء الناس يفكرون ويعودون، حتى وصل العائدون إلى مئات بل إلى آلاف العائدون إلى منهج أهل السنة والجماعة. فهذه المعارك الهامشية، أرى أن هذا الوقت ليس وقتا لها. نعم، بلا شك أنا وإياكم وكل متابع لنا متفقون على خروج الجماعة الحبشية عن بعض القواعد المنهجية، وقد لقيت بعضا من كبارهم، بعض المفتين في بعض البلاد، وقلت له يعني كيف يعني يحذف الخلاف في تكفير المجسم وتأتي النسخة لأساس التقديس تطبع ويحذف منها القول الثاني والرازي، هل سيكونون ملكيين أكثر من الملك؟ وقال لي هذه المسائل يمكن أن تناقش. طيب، المناقشة الودية التي لا يكون فيها قتال ولا يكون فيها اجتزاء للكلام ولا تصويرات من وراء الكواليس ثم بعد ذلك يعني متاجرة بهذا الأمر، هذا الأمر نرفضه. بل أقول ليس مع الحبشية، بل حتى مع الوهابيين، بل حتى مع الشيعة، بابنا مفتوح للنقاش الودي للوصول إلى الحقيقة، فالحقيقة هي رائدنا. ولا يوجد إنسان مسلم
يفر من الحقيقة إلا إذا كان أحمق. هذا الذي أقوله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.